عزيزي المستمع، من دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا لغاية شفت القمر على طلعتك بالي انشرح، رحلة طويلة طويلة مليانة كفاح وعرق ودموع، وبين العقل في اجازة ونحن لا نزرع الشوك، رحلة طويلة طويلة مليانة بالجهد والتعب والارهاق. الرحلة كانت نتيجتها ان البنت الشقية شادية اللي ملت الشاشة البيضة بالحيوية في الخمسينات اصبحت في الستينات والسبعينات واحدة من اعظم ممثلات الشرق، وصاحبة صوت من احلى الاصوات في العالم العربي. مدام شادية، ايه هو الفيلم اللي حول شادية من فتاة الشاشة المدللة الى شادية سيدة الشاشة المتوجة؟ اولا يعني مرسي قوي على سيدة الشاشة المتوجة. انا اعتقد يعني الفيلم اللي هو نقطة التحول في حياتي الفنية من ادوار البنت الشقية للادوار الدراما، هو فيلم المرأة المجهولة. طب ايه الغنوة اللي انتقلت بيها من مرحلة الشقاوة الى مرحلة الدسامة؟ كويسة الدسامة دي. هو برضو قعدت فترة اغاني خفيفة، وبعدين لقيت نفسي بكرر نفسي، انا مفيش جديد، الالحان هي، فتوقفت يعني قعدت يمكن سنتين مغنيش. وبعدين الحقيقة الاستاذ بليغ حمدي جالي باللحن بتاع اسمرة للنور. لما بيتعرض عليكي سيناريو فيلم جديد بتبصي لدورك فيه اكتر ولا للسيناريو نفسه اكتر؟ لا انا ببص للرواية، للفكرة اولا، يعني الفكرة اذا كانت كويسة، اذا كانت عجبتني، اذا كانت بتقول حاجة، وبعديها بيجهز السيناريو. وبعدين بالعكس ده انا يمين الادوار تبقى معايا، اللي معايا كلهم كويسين، لان لو هم ادوارهم مش كويسة هياخدوني وينزلوا، لما كلنا لازم نبقى يعني مع بعض يعني